سواء كنت بتكلم على مدربه يورجن كلوب او حتى وسائل الاعلام الانجليزيه او حتى نجوم ليفربول السابقين الحقيقه اللي اشادوا بالمستوى اللي وصل ليه محمد صلاح، واللي حسب ما قال يورجن كلوب مش جديد عليه، والهدف اللي سجله مش الاول من نوعه، سجله قبل كده قبل توتنهام وسجله قبل كده قدام نابولي. خلينا نرصد ونتابع مع حضراتكم ردود الفعل في انجلترا من خلال لقائنا بنيل جونز الصحفي الشهير طبعا بموقع جول العالمي. بدايه اهلا بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على تواجدك معانا. ازاي تابعت بدايه مباراه القمه الحقيقه اللي جمعت بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الانفيلد، وازاي شفت المستوى اللي ظهر بيه محمد صلاح؟ حسنا، انا تابعت بالفعل المباراه من الملعب المباراه. كانت المباراه رائعه بالفعل بين الفريقين، كانت افضل مباراه رايتها منذ مده طويله. محمد صلاح ادى بالفعل اداء رائعا واحرز هدفا رائعا، اعتقد انه افضل هدف رايته منذ شاهدت كره القدم، هو هدف رائع بالفعل، لذلك كان من الفخر والسعاده ان اشاهد هذه المباراه واشاهد ليفربول يحرز هذا الهدف، لكن تمنيت أن يكون هدف الفوز. هل من وجهة نظرك أن التعادل كان عادل ولا كان ليفربول يستحق بعد أداء أكثر من رائع على مدار الشوطين في المباراة أنه يحسم النتيجة لصالحه؟ هل أخفق كلوب ولا أجاد بيب جوارديولا؟ أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، الفريقين أديا شوطين مثاليين، السيتي أدى شوطا أولا جيدا وليفربول في الشوط الثاني أدى أداء رائعا، فذلك أن الفريقين كان يستحق الفوز، فبالتالي التعادل كان عادلا. المديرين الفنيين كان على أعلى مستوى وعلى قدر من التنافسية، فأعتقد أن التعادل كان عادلا. كثير من الآراء النهاردة بترى أنه الطريق بات ممهد أمام محمد صلاح عشان يحقق لقب أفضل لاعب في العالم، بتتفق مع وجهة النظر دي؟ وهل بتشوف أن في شيء ينقص محمد صلاح بعد المستوى اللي ظهر به في الفترة الأخيرة مع ليفربول وثباته على المستوى منذ انتقاله الحقيقة لليفربول من أكثر من 3 مواسم؟ أعتقد أن محمد صلاح سيفوز بالبالون دور، هذه هي فرصته، هذه هي لحظة محمد صلاح. أعتقد أن محمد صلاح ينقصه فقط أن يحقق لقبا عالميا هذه السنة أو لقبا كبيرا هذه السنة ويحرز أفضل لاعب في العالم. أعتقد أن ليفربول لديه فرصة محققة للفوز بالألقاب هذا الموسم ليساعد الملك المصري على تحقيق حلمه. هذه لحظة سحرية لمحمد صلاح إذا حمل كأسا، فأعتقد أن هذه فرصة جيدة إذا فاز ببطولة أن يكون أفضل لاعب في العالم بالفعل. مردود أكثر من رائع قدمه محمد صلاح في مشواره مع ليفربول. امبارح يمكن بعد المباراة كان في تصريح لجاري نيفل طبعا النجم الشهير ونجم المان يونايتد السابق، قال إنه كتيبة ليفربول كتيبة رائعة جدا وبتضم عدد كبير جدا من النجوم، لكن يبقى محمد صلاح هو الأفضل وهو الأكثر تميزا. في رأيك هل المكان اللي وصل ليه محمد صلاح من الممكن أنها تساعد على فكرة أنه يجدد تعاقده مرة تانية مع ليفربول ولا ينتظر أنه ينتقل لنادي آخر؟ قدرة ليفربول على الحفاظ على نجم بحجم وموهبة محمد صلاح؟ أعتقد أن هذا سؤال هام جدا يهم كل متابعي كرة القدم. أعتقد شخصيا أن ليفربول سيوافق على طلبات محمد صلاح ومحمد صلاح سيبقى في ليفربول، يجب على ليفربول أن يحتفظ بمحمد صلاح كما قال جاري نيفل وكما يقول الجميع. محمد صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول منذ سنوات، محمد صلاح يجب أن يجدد عقده مع ليفربول وليفربول يجب أن يحتفظ بمحمد صلاح. أعتقد أن ليفربول إذا فرط في محمد صلاح ستكون غلطة رهيبة لهذا النادي. هل في جديد عندك بخصوص تجديد التعاقد؟ يعني سمعنا أن في تطورات أو مفاوضات بين ليفربول وإدارة ليفربول ومحمد صلاح، وأنه التجديد بين الطرفين أوشك على الانتهاء. أعتقد أنه لا يوجد جديد في هذه اللحظة. أعتقد أن يوجد العديد من اللاعبين في ليفربول يودون الاحتفاظ بمحمد صلاح، يودون اللعب بجوار محمد صلاح. أعتقد أن طريقة لعب محمد صلاح تجعل الجميع سعيدا. محمد صلاح الآن سعيد مع ليفربول، سعيد مع الجماهير،
أعتقد أنها مسألة وقت لنجد محمد صلاح يجدد لنادي ليفربول، لكن لا يوجد الآن أخبار جدية بخصوص هذا الأمر. طيب بشكل عام وبعيدا عن مواجهة السيتي وريدز أو ليفربول، خليني أخدك شوية للحديث عن النسخة، نسخة السنة دي، نسخة الموسم ده من البريمير ليج. كل الفرق استعدت بشكل قوي جدا، تشيلسي، المان سيتي، مان يونايتد، ليفربول، كل الفرق يبدو أنها الحقيقة عندها الرغبة في إحراز اللقب. من وجهة نظرك المقدمات بتاعة الموسم إزاي؟ شايف نسخة الدوري مين الفرق اللي ممكن تحقق لقب البريمير ليج السنة دي؟ أعتقد أن في رأيي أعتقد أن ليفربول هما الأقرب لهذه البطولة، كما تابعنا مباراة الأمس ومباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الأسبوع الماضي وكذلك مباراتهما في دوري الأبطال. أعتقد أن ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي قادر، هذه الأندية الثلاث قادرة على الاستمرار في المنافسة على البريمير ليج هذا العام. لكن إذا حددنا ناديا أعتقد أن مانشستر سيتي، لكن ليفربول هو الأقرب للمنافسة معه. وبشكل عام يعني إزاي شايف فرص الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال؟ عندنا أندية لا يستهان بها زي بايرن ميونخ بطل ألمانيا، بي أس جي اللي يعني دعم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، وجود الريال والبارسا يعني فرقتين من القوى التقليدية إنجاز التعبير وإن كان مستواهم متراجع إلى حد ما. شايف إزاي فرص الأندية الإنجليزية في بطولة الشامبيونز ليج؟ أعتقد أن الأندية الإنجليزية هي المفضلة هذا الموسم، هذا العام في دور الأبطال. أعتقد أنه لا يوجد أحدا آخر يعتقد أن الفرق الإنجليزية لن تنافس. ربما يوفنتوس لديه فرصة وكذلك باريس سان جيرمان، لكن مانشستر سيتي لديه فرصة كبيرة. بالفعل باريس سان جيرمان لديه ميسي ونيمار ومبابي، لكن أعتقد هذه الأندية الأربعة الإنجليزية، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ستكون قادرة على المنافسة على الأقل الصعود لدور قبل النهائي في دور أبطال أوروبا. لن أتفاجأ إذا وجدت فريق إنجليزي في النهائي، فريقين إنجليزيين في نهائي دور الأبطال. نيل جونز، خلينا أسألك على الكرة الإنجليزية شوية. أنتم مش بس عندكم يمكن أقوى مسابقة دوري على مستوى العالم، ولا أهم وأبرز الأسماء في على مستوى نجوم كرة القدم، لكن كمان ممكن يكون عندكم تقريبا أهم تشكيلة من المديرين الفنيين، عدد كبير جدا من الأسماء اللي على أعلى مستوى الحقيقة. يمكن على سبيل المثال مش الحصر، جوارديولا، كلوب، توخيل وغيرهم من المديرين الفنيين. إزاي استفادت منظومة الكرة في إنجلترا أو الكرة الإنجليزية بشكل عام من حالة الثراء الشديدة جدا في الأسماء اللي موجودة على ساحة الكرة الإنجليزية؟ حسنا، كما قلت الدوري الإنجليزي هو الأفضل في هذا العالم. ربما العالم كان يعاني من مشاكل مالية كبيرة كبرشلونة وريال مدريد، وكان يوجد مشاكل كبيرة مع كثير من اللاعبين كما حدث مع هالاند، لكن يبدو أن الأندية الإنجليزية لا زالت تحتفظ بالأفضل في العالم ولا تعاني من هذه المشاكل. نرى صلاح، دي بروينا، لوكاكو، ترى أسماء كبيرة من ناحية المدربين، غوارديولا، يورجن كلوب، توخيل، بالفعل أسماء كبيرة على كل المستويات. فأعتقد أنها فرصة كبيرة للكرة الإنجليزية والدوري الإنجليزي أن تكون الأول على العالم وتفوز بدور الأبطال، ويتأهل فريقين في النهاية لدور الأبطال وتسيطر بالفعل على الكرة العالمية. أعتقد كما قلت منذ قليل أن من حوالي 15 عاما والبريمير ليج هو المسيطر، هو الأبرز على الكرة العالمية. نيل جونز طبعا الصحفي الشهير بموقع جول العالمي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. فاصل ويكون في ضيافتنا واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي سابقين، المدافع الحديدي كابتن عمرو الحديدي، وعلى صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستجرام اسأل عمرو الحديدي إذا كان في أسئلة متعلقة بموسم جديد بيبتدي مع النادي الأهلي أو بماتشات منتخب مصر اللقاءين المنتظرين طبعا مع ليبيا. حطوا